اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب باثنين من النجوم الكبار، النجم الكبير الكابتن ماهر همام، واحد من اهم لاعبي خط دفاع النادي الاهلي لفترات طويله جدا جدا جدا. ازيك يا كابتن ماهر؟ كابتن اسلام حبيبي، سعداء جدا بوجودك. انا شخصيا سعيد جدا وانت وحشني والله، والحمد لله على السلامه والف مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك، الحاجات الجميله اللي انت بتعملها دي. الله يخليك يا كابتن، جميله بوجودكم والله. البرنامج جميل ومشاهدته ما شاء الله حاجه تفرح. الحمد لله الحمد لله. ويعني واضح كده من بدايه البرنامج ان احنا يعني محللين كل الفرق. طبعا بحيي بقى طبعا الناقدين الجمال اللي قابلينا، كريم سعيد واحمد سيد. طبعا واحمد حاجه جميله يعني، بالتوفيق اسلام ان شاء الله. حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. ايضا النجم الكبير واحد اهم لاعبي خط دفاع النادي الاهلي لفترات طويله، ايضا نجمنا الكبير الكابتن محمد حشيش. ازيك يا كابتن محمد؟ ازيك يا اسلام، تشرف ومنور. وطبعا وحشني الاول طبعا، يعني بقى لي فتره كبيره ما شفتكش. ربنا يخليك يا كابتن، وسعيد ان انت موجود ومنور الشاشه بتاعتك، وانت وحشت الشاشه كمان. الله يخليك يا كابتن، فربنا يوفقك ان شاء الله. ده طبعا وجودكم دايما معايا الحقيقه حاجه جميله جدا، وشرف ليا ان انا اكون موجود مع اثنين نجوم كبار زي حضراتكم الحقيقه. كابتن مال، خليني ابدا مع حضرتك الاول. خلينا نتكلم بشكل عام، يعني في مثل هذه الظروف بنبقى عاملين ازاي كلاعبين، كمدير فني وكلاعبين وكبعثه كامله؟ عندك ماتش بكره، عندك 70 80 مليون واحد مستني هذه المباراه، مشجع طبعا للنادي الاهلي، بتفكر ازاي كلاعب وكمدير فني؟ حياتك بقى، انت لعبت كتير وكنت مدير فني كتير، احكي لنا القصه بتبقى ماشيه ازاي. هو بسم الله الرحمن الرحيم، عايز اسمحك بس اتفضل قبل ما ارد على السؤال الفني ده، عايزين نتكلم على الجانب الاداري اللي مصر شرفتنا في كره طبعا. اليد خلال الدوره الدوليه المحترمه اللي اتعملت، والبلد والحكومه اللي ساعدت على نجاح هذه الدوره، والكبسوله اللي كانت عليها في التنظيمه المنظومه كله الاحترازيه، وكله بيعمل زي حاجه جميله طبعا. فالنهارده احنا بنقول دوله قطر طبعا دوله شقيقه، وقدرت تستفاد من مصر الام طبعا في كل حاجه، قدرت تستفاد من مصر بشكل كبير جدا في هذا التنظيم. النهارده كل الفرق اللي موجوده في قطر موجوده في كبسوله حاجه احترافيه، حاجه احترازيه على اعلى مستوى، يعني من خلال الفندق، من خلال التدريبات، من خلال صالات الاكل، المحاضرات، فكلها حاجات بتطمننا احنا كمان واحنا بعيد عنهم، بتطمننا على لعبتنا ولعبه النادي الاهلي بالذات المحترمين اللي احنا بنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في بدايه المباراه بكره مع الدحيل. عايز اقول لك اسلام بقى الجانب الثاني، ان كابتن سيد عبد الحفيظ وسمير عدلي حضروا بشكل كبير جدا لمستر موسيماني من ناحيه المحاضرات، من ناحيه الملاعب، من ناحيه الاقامه، من ناحيه التغذيه، ودي كلها حاجات يا اسلام بتنجح الجانب الفني، يعني الجانب الاداري اللي منظم على اعلى مستوى بهذا الشكل، ودي خبرات موجود عليها كابتن سيد عبد الحفيظ، بتساعد مستر موسيماني هو كمان ان يقدر يفكر. مستر موسيماني في الجانب الفني معاه مساعدينه ومعاه معاونينه، وكمان خد بالك يا اسلام من بعد مستر موسيماني ملف الدوري العام، قفل ملف الدوري العام وبدا يتجه للدحيل وبدايه كاس العالم للانديه اللي شرف لينا كلنا ان احنا للمره السادسه طبعا موجودين وبصفه اساسيه. عايز اقول لك ان الجانب الفني بيعتمد على كل المساعدين اللي حواليه، ومنهم الراجل اللي هو المعد اللي هو بتاع الاحمال طبعا، اللي هو بيغذي مستر موسيماني، يعني من خلال لقطاتك كده اسلام في الايام السابقه كان مستر موسيماني بيتكلم معاه، يعني واخد بالك على الاحصائيات، على اللعيبه، على الدحيل، على طريقه اللعب، على خبراتهم، على احرازهم للبطولات، بطوله قطر 7 مرات. فانت النهارده بتقابل خصم قوي، وخصم بيمثل اسيا بشكل كبير جدا، ومباراه افتتاحيه الناس كلها تقول لك 50-50، يعني أيوة. انا في رايي ان احنا عندنا يعني حافز اكتر من 50، عندنا اكتر من 50، ممكن نبقى 60، ممكن نبقى 70، والدحيل 30%. عايز اقول لك ان مستر موسيماني كل صغيره وكبيره بيحللها، كل صغيره كبيره اتفرج على الفرقه دي اكتر من شريط، مره او مرتين او ثلاثه، عارف لعيبه فرديه، كل لعيب في مكانه، واجباته الدفاعيه بيعملها ازاي، واجباته الهجوميه بيشتغل عليها ازاي، وبناء عليه مستر موسيماني هيختار التشكيله المناسبه لهذه المباراه وطريقه اللعب صح. اللي يقدر يشتغل من
خلالها من الناحيه الدفاعيه ومن الناحيه الهجوميه. طيب كابتن حشيش، برضو عايز اسال حضرتك احساس اللعيبه في الوقت ده واحساس الجهاز الفني والاداري واللي موجودين كلهم بيبقى احساسهم عامل ازاي قبل المباراه طبعا باقل من 24 ساعه. بص يا اسلام، انا متخيل نفسي ايوه موجود معاهم دلوقتي. أيوة. احنا كل لعيب كوره كل واحد بيتخيل نفسه لو موجود. اولا انا موجود في حدث كبير جدا من اكبر الايفنتات اللي موجوده، كاس عالم الانديه زي كاس عالم للمنتخبات. موجود هنا عشان انا بطل افريقيا، قاره كبيره جدا جدا، مؤثره في العالم كله، لاعبتها موجوده في كل انديه العالم ولاعيبه مؤثره في كل حته. انا كان عندي مشوار كبير، ايوه يمكن البطوله دي تعتبر اعتقد اطول بطوله افريقيه اتلعبت. طبعا بسبب اللي حصل، بسبب لعبت ازيد من سنه يعني. صح. سنه بتلعب في بطوله ومريت بمطبات كتيره في البطوله الى ان خدتها من المنافس التقليدي بتاعك، فانت تعبت فتره كبيره جدا جدا وخدت البطوله اللي كانت غايبه بقالها سنين طويله عشان تروح كاس عالم لانديه. نادي الاهلي الناس كلها دلوقتي عارفاه، الانديه المشاركه كلهم عارفينه ان هو نادي كبير واكبر نادي في افريقيا ومن اكبر انديه العالم. كل ده لازم احطه في اعتباري وانا قاعد مستني المباراه بكره اللي انا هقابل فيها فريق برضو كبير وبيلعب على ارضه. ايوه دايما البدايات مهمه جدا جدا في الانطلاقه، ان شاء الله تبقى باذن الله يعني مباراة كبيرة. أعتقد أن لعيبة الأهلي يعني مش هتدخروا جهد مع فرقتهم. خلي بالك جانب كبير كمان يا إسلام، وجود الجماهير طبعا دي حاجة طبعا المفروض تحفز اللعيبة زيادة، تحسسهم إن شاء الله بإذن الله بيلعبوا على أرضهم. نعم. إحنا طبعا مش عايزين طبعا وجود الجماهير ده يأثر تأثير كبير قوي في اللعيبة بحيث إن هم يخرجوا عن تركيزهم أو يبقى حماس زايد. مظبوط. أعتقد من اللعيبة دلوقتي من الخبرات وجود كمان لعيبة كبار في الفرقة زي وليد سليمان، زي سعد سمير، زي الشناوي، سواء موجودين جوه الملعب أو بره الملعب، وجودهم مهم جدا جدا طبعا عشان يعني يدوا خبراتهم، ينقلوا خبراتهم للعيبه الموجوده. اعتقد ان طبعا باذن الله كله هيبقى متحمس. بالنسبه لموسيماني، موسيماني طبعا اسمه كبير في افريقيا، راجل مر بخبرات كبيره جدا سواء على المستوى الافريقي او العالمي من خلال برضه ان هو لعب كاس عالم للانديه قبل كده مع سان داونز. فدي بتديله برضه خبرات في اجواء البطوله نفسها وسيستم البطوله ونظام البطوله. الماتشات كلها دي تعتبر ماتشات كؤوس لان هي البدايات، عشان تاخد مركز لازم تبتدي من اول مباراه. ان شاء الله كل الكلام ده هيبقى موجود في اذهان اللعيبه. ما تنساش برضه وجود رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن خطيب في وسط المجموعه طبعا. وعلى راس المجموعه دي اعتقد ان ده كابتن قبل ما حضرتك تكمل ان ده من العوامل النفسيه، لان اعتقد العامل النفسي مهم جدا في مثل هذه البطولات. وجربنا قبل كده كابتن خطيب مسافر معاهم الهلال وسافر أيوة. معاهم تونس، وكانت سفريات موفقه جدا جدا وفرق مع الفريق من حيث الحماس. لما يكون رئيس النادي الاهلي موجود مع البعثه بتدي له قوه. شفنا الاستقبال الضخم طبعا للاعيبه النادي الاهلي في المطار اللي هيبقى قده 20 مره ان شاء الله في المدرجات، وباذن الله ان شاء الله تطلع مباراه كويسه. الاهم كمان يا اسلام النتيجه دي عند ربنا والتوفيق بتاع ربنا. اهم حاجه الناس اللي عارفين النادي الاهلي كاسم نادي اهلي، انما ما يعرفوش امكانيات النادي الاهلي ولعب النادي الاهلي وكره النادي الاهلي. احنا عايزين نمتع الناس بكره ان شاء الله اللي ما تعرفش النادي الاهلي الا بالاسم بس. لا، النادي الاهلي اسم ولعيبه وكيان وطريقه واسلوب وكره مصريه حلوه ان شاء الله باذن الله يكون لنا الغلبه يعني. طيب هنكمل كلامنا مع حضراتكم، ولكن خلينا نروح لواحد من اللاعبين الكبار الحقيقه في افريقيا، كابتن رادي جعيدي نجم منتخب تونس. طبعا هيكون معانا عبر سكايب
هنتكلم معاه عن كل ما يخص الناحية الفنية لفريق الدحيل والنادي الأهلي وهذه البطولة. ولكن كلام سريع جدا ومهم جدا عن كابتن راضي، أحد أبرز نجوم خط الدفاع في تاريخ الكرة التونسية والإفريقية، وطبعا متوج ببطولات عديدة مع الترجي التونسي في فترة التسعينات وبداية الألفية، ولو تجربة احترافية مهمة في البريميم ليج مع بولتون وبريمنجهام وساوثهامبتون، بخلاف مشاركتين في كأس العالم مع المنتخب التونسي ولقب أمم إفريقيا 2004. وطبعا يتولى تدريب فريق كان يتولى تدريب فريق ساوثهامبتون الإنجليزي تحت 23 سنة، ثم المدير الفني لهارتفورد أتلتيك الأمريكي. كابتن راضي، يعني طبعا بنحب نرحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي، وطبعا كل الجمهور المصري بيرحب بيك. عايشك، بارك الله فيك على ضيافة، نرحب بكم زادة وبكل جمهور الأهلي. هذه يعني فرصة بالنسبة لي باش نكون معاكم، وإن شاء الله نحكيه على مقابلة غدوة ما بين الأهلي والدحايل، ويشرفني يعني نكون معاكم، وإن شاء الله نشوفوا غدوة مقابلة كبيرة من الفريق الأهلي إن شاء الله. كابتن راضي، يعني بتقيم إزاي مواجهة بطل أفريقيا الحقيقة وممثل البلد المستضيف من الناحية الفنية طبعا؟ والله يشوف يعني بكل خلاصة، فريق الدحيل يعني ما قدمش في بداية الموسم نتائج كبيرة ياسر، هذا اللي خلاه يعني يستغنى على المدير الفني نتاعو وعلى المدرب، ويجيبوا يعني صبري لموشي اللي هو كان في انجلترا. صبري لموشي يعني في الاول لقى بعض من الصعوبات، خاصة في اختيار اللاعبين وخاصة يعني في النتائج، خرج من بطولة آسيا، وتوا يعني في المدة الأخرانية الفريق الدحيل يعني القى نوع من الاتزان، والانتصارات كانت متواصلة. شفنا يعني في الجمعة الفارطة فريق الدحيل انتصر 6 على الأهلي، وهذا يعطيه يعني دفعة باش يدخل يعني كأس العالم للأندية ممكن بمعنويات مرتفعة. و يعني تو نزيدو نحكيو على الفريق الدحيل، يعني عنده نقائص كيما عنده يعني نقاط قوة اللي الناس الكل تعرفها. كل بيتكلم يا كابتن راضي عن الناحية الهجومية لنادي الدحيل القطري، شايفها ازاي؟ يعني طبعا في بعض النواقص في الناحية الدفاعية، ولكن شايف الناحية الهجومية بالنسبة لهذا الفريق ازاي؟ في الناحية الهجومية يعني تبدل شوية لما جاء صبري لموشي، كان يلعب 4-2-3-1، لكن في الفترة الأخرانية فريق الدحيل ولا يلعب في 4-4-2. نقطة قوته يعني في الأشخاص يعني دودو اللاعب اللي يلعب على الرواق اليساري عنده يعني إمكانيات ومهارات كبيرة ياسر، وفي وسط الميدان خاصة الميدان الهجومي لويس سيرا وكريمي اللي هما اللي يعطيوا الكرات لعلي وأولونجا، ضم كلهم يعني فيه وعنده ليز انديفيدواليتي يعني نقولوا انديفيدوالز الشخصيات والامكانيات التكتيكيه والفرديه. وصبري لموشي يعني المدرب اضاف الكتله الهجوميه والتمريرات وكل الخطط التكتيكيه يعني لتسجيل الاهداف. اهم ما يتميز به صبري لموشي يا كابتن، بما ان حضرتك يعني على معرفه به. نعم، اهم ما يتميز به من الناحيه التكتيكيه طبعا ومن الناحيه الفنيه، يعني هل بيعتمد على، هل هو ريسكي زياده، هل هو بيحاول يعمل توازن؟ يعني في مديرين فنيين يا كابتن بيبقوا دايما بيفكروا ان هم عايزين يقفلوا الدفاع شويه وبعد كده يلعبوا على الهجمه المرتده، هل هو من هذه النوعيه ولا من النوعيه اللي بتحب تهاجم؟ هو حسب معرفتي لصبري لموشي يعني عنده الخبره، ولكن يبقى دائما اللاعبين اللي عند صبري لموشي هما اللي يحدوا الفارق. صبري لموشي اضاف لفريق الدحيل نوع من الاستراتيجيه في تحضير المقابلات واستغلال النقائص للفريق، هذه الحاجه اللي جدها صبري لموشي. وبالنسبه لي يعني الافراد اللي عند صبري لموشي توا في الدحيل هما اللي قاموا بالاضافه زاده. طيب
ابرز اللاعبين بقى اللي لفتوا نظرك سواء في فريق الدحيل او في فريق النادي الاهلي؟ بتابع يعني تابعت القليل النادي الاهلي، خاصه بعد نهائي كاس ولا بطوله افريقيا. يعني نادي الاهلي قوته يعني في اللاعبين، ولكن الاضافه اللي زادها تسوماني المدرب اعطى يعني اضافه عالميه للفريق بعد الانتصار في بطوله افريقيا. الفريق يعني عنده نضج، واللاعبين كان زاد ولا عندهم نضج تكتيكي ومعرفه لاستغلال نقطه ضعف الخصم. بالنسبه لي يعني ولو اني لاعبين كما كهرباء في فريق الاهلي ينجموا يقوموا بالإضافة وتغيير يعني النتيجة في أي وقت، لكن معلول أنا خاصة فرحان بالمردود اللي قام به والإضافة اللي قام بها يعني للفريق الأهلي في الفترة الأخيرة، مش كان سنة يعني الأعوام الفارطة. بالنسبة للدحيل يعني يعجبني ياسر اللاعب دودو، يعني عنده مهارات يعني فردية كبيرة ياسر، و يلزم الفريق الاهلي يعرف كيفاش يوقف خاصه على الاطراف غدوه الفريق الدحيلي، لانه على الاطراف اللاعبين نتاعو ما يقعدوش على الاطراف كهو، يدخلوا في الوسط ويحدوا يعني التفوق العددي، وهذا ممكن يقلق شويه اي دفاع، اي فريق ما يدافع. كابتن راضي، واحنا بنتكلم عن جبت سيره موسيماني، اولا ايه رايك في تجربه النادي الاهلي في تواجد مدير فني اعتقد لاول مره افريقي او من جنوب افريقيا تحديدا متواجد في النادي الاهلي، ايه رايك في هذه التجربه؟ يعني تجربه يعني كبيره ياسر، وزادت الاضافه للفريق الاهلي، ولكن زادت اضافه ونوع من تفوق في بالنسبه للفريق الاهلي في اختيارهم لفريق لمدرب افريقي، اللي الحقيقه في الفتره الاخيره ما شفناش يعني مدربين افريقيين، مع احترامي لكل المدربين الافريقيين الموجودين، يوصلوا للمرتبه اللي وصل لها موسيماني في الفتره الاخيره. يعني شفنا موسيماني عنده المهارات، انتصر يعني بستة ألقاب، انتصر باللقب بطل إفريقيا مع سان داونز، ولكن المرتبة اللي وصل لها توا مع فريق الأهلي، الازدواج اللي صار ما بين موسيماني وفريق الأهلي أعطى يعني مرتبة كبيرة ياسر. نعرف فريق الأهلي فريق كبير ياسر، وإن شاء الله نشوفوا نوع من الأكشن يعني في الفترة الأخيرة، يعني ونوع من الثقة من الفرق الكبرى، مش كان في مصر، في تونس، في المغرب، وفي الجزائر، وفي العالم العربي، وفي البلدان الافريقيه والفرق الكبيره الكل، يعطيوا الفرصه للمدرب الافريقي. نرجع للمدرب موسيماني، موسيماني يعني التفوق نتاعو والخبث نتاعو هو في قراءه الخصم، وبالطبيعه في الاختيارات اللي يقوم بها لاستغلال نقطة ضعف الخصوم اللي لعب لهم. طيب كابتن راضي، برضو بالنسبة للنادي الأهلي، حضرتك لعبت النادي الأهلي أمام الترجي كتير يعني، ولعبت أمام الأندية المصرية، إيه اللي ممكن يميز الكرة المصرية ويمنحها أفضلية أمام أندية من مدارس مختلفة في بطولة كأس العالم يعني؟ خويا باش نقول لك، يعني لما مقابلة اي فريق تونسي ضد فريق مصري، يعني هو بمثابه من الديربي، نعرفوا يعني الفرق، نعرفوا المباريات اللي ما بين الفرق التونسيه والفرق المصريه ديما تكون في مرتبه عاليه ياسر، وانا معناتها شخصيا لعبت ضد الاهلي ولعبت ضد الفرق المصريه الكل اللي كانت في الفتره نتاعي يعني تلعب في البطوله الافريقيه، وحاجه وحيده يعني نخاف منها كلاعب تونسي لما نلعب ضد الفريق المصري هي الروح والاستثنائيه اللي يقوموا بها واللي يوريوها للملاعبين، وخاصه المهارات الفرديه يعني من ابو تريكا وانت هابط، يعني المهارات الفرديه تبارك الله عليكم موجوده طبعا. وديما تكون مقابله كبيره ياسر،
مقابلة تكتيكية كبيرة، لكن الأفراد والمهارات الموجودة مش جهتين، يعني الفريق التونسي والفريق المصري، أيوه. خاصة كنت الترجي التونسي نلعب كونتر الأهلي تكون مقابلة كبيرة ياسر. وفما حاجة بالرغم اللي توا يعني بالبانديميك بالكوفيد 19 اللي موجود، يعني الجمهور المصري تبارك الله عليه، يعني جمهور ديما واقف ورا الفريق نتاعه، وذي ممكن حاجة اللي باش تنقص المقابلة نتاع مقابلة غدوة دحايل، بالرغم اللي فما 30% في الميدان، لكن إن شاء الله 30% باش يكونوا موجودين يعطيوا الدفعة اللي كنت نحكي عليها توا للفريق الأهلي. طيب كابتن راضي، هل حضرتك مع تغيير نظام بطولة كأس العالم للأندية وزيادة عدد الفرق المشاركة، ولا شايف النظام اللي شغال دلوقتي كويس؟ والله هو يعني الرأي يتغير من شخص لآخر. بالنسبة لي يعني بطولة كأس العالم للأندية يعني من أكبر البطولات اللي يوجد فيها الفرق الكبرى الكل. بالنسبة لي أنا يلزم الفريق اللي موجود في بطولة العالم يلزم يكون يستحق باش يكون في بطولة العالم، ما يهمنيش يعني 6 ولا 7 فرق، المهم الفرق اللي باش تلعب لها في كأس العالم تكون فرق يعني تستحق وجودها في هذه البطولة، لأنه كما قلت لك يعني الفريق اللي باش يكون باش يمثل قارة كاملة، كما الأهلي يستحق اللي وجوده في هذه الكأس، وبالنسبة لي أنا ينجم يشرف وعنده يعني المهارات وعنده كل المعدات باش يشرف القارة الإفريقية. طيب اخيرا يا كابتن راضي، يعني رايك الفني بقى من يفوز بهذه البطوله، هل بايرن ميونخ ولا المفاجات وارده؟ والله بعد ما قريت البارح ولا هو وقت البارح المدير الفني لبايرن ميونخ يعني قالوا اللي هما باش يجيو ويحبوا يربحوا البطوله هذه، هو كلام يعني نجم يكون كلام، تنجم تحكي كيف ما تحب قبل برا خارج الميدان، لكن في وسط الميدان باش تتغير المتعيات، وبتعرف يعني الناس كلنا نعرفوا الكوره، نجم يكون يعني ديتيلز صغير، حاجه صغيره تبدل يعني معطيات، اما نعرفوا زاد الفريق بايرن ميونخ اللي عنده كل المعدات للانتصار بهذه البطوله، لكن نحن نتمنى ونشوفوا يعني بطوله ناجحه نعم. من كل المعطيات. شفنا قطر يعني بلاد يعني عندهم كل الواجهات، حاضرين من كل الواجهات، وان شاء الله نشوفوا بطوله يعني كبيره، وخاصه كما قلت لك يعني نشوفوا فرق كما فريق الاهلي هو يمثل القارة الأفريقية. القاره نعم. الافريقيه، وان شاء الله نشوفوا كوره مزيانه. أنا بشكرك شكرا جزيلا النجم الكبير كابتن راضي الجعايدي، نجم منتخب تونس ونجم الترجي ونجم كبير الحقيقة في القارة الأفريقية، بشكرك على تواجدك معنا وعلى رأيك ووجهة نظرك. طيب خلينا نروح يا كابتن حشيش، يا كابتن ماهر معلش زميلنا أمير هشام نطمن أيضا على طيب لغاية لما يجي لنا أمير هشام. كابتن ماهر كلام مهم برضو في إطار الـ أولا رأيك في البطولة إيه؟ يعني البطولة بشكل عام، هل من الممكن إن احنا نشوف مفاجآت؟ برضو نفس السؤال اللي كنت بسأله لكابتن رادي، هل ممكن نشوف مفاجآت بتحصل في هذه البطولة؟ ولا المفاجآت مش واردة إن بايرن ميونخ جاي ياخد هذه البطولة وراجع؟ هو احنا نتمنى إن بايرن ميونخ ما ياخدش البطولة، ونتمنى إن النادي الأهلي إن شاء الله يحقق البطولة دي. حضرتك بتقول كده مجرد كلام؟ طبعا لا، أنا عايز أوصل للناس بس حاجة، حضرتك بتقول كده مجرد كلام ولا بتقول كده لأن أنت واثق في فريقك وعارف إنه ممكن يقدر يعمل كده؟ احنا طبعا واثقين في فريق النادي الاهلي وفريقنا بالذات، وفي المجموعه دي، لان المجموعه دي اول مره بتلعب كاس العالم للاسلام، فدي برضك من الدوافع اللي تخلي اللعيبه دي يعني بلغه الكوره بقى ان انا عايز انزل كل مباراه اكسب فيها، وده الواضح على اللعيبه من خلال حتى التدريبات اللي احنا بنشوفها، الاعداد اللي احنا بنشوفه، حتى الاعداد الذهني او الاعداد النفسي، انت بتتكلم على الكابتن محمود الخطيب موجود معاهم برضك بيديهم باور، بيديهم بوش، بيديهم ثقه ان احنا جايين فعلا عشان نحقق اللقب. نتمنى طبعا جيل ابو تريكه حقق لنا المركز الثالث، لكن انا اتمنى طبعا ان الجيل ده ان شاء الله يقدر نعدي المركز الثالث ده ونوصل للبطوله. لكن بايرن ميونخ برضك فرقه ليها تاريخ،
وليها طبعاً طبعاً وليها طبعاً دوافع وليها وعندها امكانيات. الكره الاوروبيه يمكن اسلام يعني تبعد عن الكره الاسيويه الكره الافريقيه اكتر من 25 سنه يعني واخد بالك. فده من ضمن الحاجات اللي بتصعب المهمه على الكره الاسيويه صعب المهمه على الكره الافريقيه. لكن احنا نتمنى طبعا النادي الاهلي ان شاء الله يشرفنا بشكل كبير. لكن التنظيم على اعلى مستوى يعني لو زاد عن كده ممكن تبقاش البطوله بالحلاوه اللي احنا ممكن نشوفها. لكن التنظيم حاليا انا شايف ان التنظيم جيد وعلى اعلى مستوى وهيبان من بدايه البطوله ان شاء الله باذن الله. طيب كابتن حشيش برضو خلينا نروح للجانب اللي احنا عايزين نتكلم فيه اكتر. عايزين انا بس اضيف حاجه لكابتن مهدي. اولا البطوله طبعا بطوله كبيره جدا. النادي الاهلي طبعا زي ما كل عارف هياخد يعني كل مرحله بمرحله. انت بتقابل في البطوله دي ولو يعني غير ان هي احسن انديه في القارات المختلفه انما برضو فيها مستويات. يعني في مستوى النادي الاهلي ومستوى فرق تانية وفي بقى المستوى الاكبر اللي هم ابطال اوروبا زي بايرن ميونخ يعني يعني تاريخ واسم وانت يعني ان شاء الله تقابله وهو دلوقتي في احسن مستوياته. احنا شفنا دلوقتي حتى في بطوله اوروبا ما حدش بيقف قدامه يعني. فاحنا لازم نكون برضو واقعيين في الموضوع ده. احنا ناخد الموضوع واحده واحده بالزبط. لغايه طبعاً. ان شاء الله ما نقابل مثلا بايرن ميونخ البدايه تقدر في الوقت ده مش هتتكلم بقى على نتيجه ومكسب تتكلم على اداء الاول كويس قوي اداء مشرف للكوره والتوفيق بقى وعدم التوفيق دي احنا لسه بكره احنا بس دي اهم حاجه بالظبط يعني لسه بس بكرة. الخطوه الاولانيه هي دي. لو هنتكلم اسلام برضو حته صغيره كده عن انت كنت بتسال راضي عن نظام البطوله فانا اعتقد ان بطوله كبيره زي دي لازم بيبقى فيها عدد انديه اكبر شويه بحيث ان النظام يعملها يعني ازاي يا كابتن يعني من نظرك يعني انا اقصد ان يبقى فيها عدد ماتشات اكتر ما يبقاش ماتش واحد يخرجك اوكي لازم يعني لان انت اصل ماتش واحد ده وارد ان انت تكون مش في حالتك في الاوف داي بتاعك اللعيبه ما كذا ظروف الاصابات وبتاع ده مش هيدل ان انت بطل افريقيا مثلا او بطل اسيا خرج من يعني لازم تدي فرصه مباراه والثانيه والثالثه على اساس تقدر بايا كان باي اي نظام او اي تقسيمه ان انت فعلا توصل للبطل الحقيقي ما تبقاش البطل الحقيقي من مباراه واحده من ضرب الجزاء في اخر اسلام دقيقه ممكن تصعد فرقه وممكن تبعد فرقه. فانا اعتقد ان لازم الاتحاد الدولي يفكر في نظام تاني مختلف شويه ممكن يزود عدد الانديه بحيث انها تبقى يعني دسمه اكتر من كده يعني. طيب كابتن حشيش ازاي اللعيبه في الوقت ده تحافظ على تركيزها؟ كابتن ماهر بص يا اسلام خلاص احنا يعني مرينا بقى للمرحله الاخيره يعني كل الايام اللي قبل كده كانت مراجعه بقى على الحاله الدفاعيه مراجعه على الحاله الهجوميه الكور الثابته اللي انت بتشتغل عليها من ضمن الحاجات اللي ممكن تبقى مؤثره. طب معلش يا كابتن عشان معانا زميلنا امير هشام من فندق الاقامه يطمنا بقى يعني كنت طلبت من امير ان هو يكون معانا بعد وصولهم لمقر البعث عشان نطمن على كل ما يخص بعثه النادي الاهلي. امير اتفضل. بجد الترحيب بك يا كابتن اسلام تحياتي ليك وتحياتي لكابتن محمد حشيش والكابتن كبير طبعا كابتن ماهر همام وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. من لحظات قليله بالظبط اختتم النادي الاهلي خلاص استعداداته النهائيه لمباراه الغد امام الدحيل باذن الله في اولى مبارياته في كاس العالم للانديه ووصل خلاص الفريق لمقر اقامته. المسافه ما بين الملعب ومقر الاقامه حوالي بالظبط من 15 ل 20 دقيقه. لكن انا عايز اطمن كل جماهير النادي الاهلي ان الحمد لله المران الاخير للفريق انتهى بدون اي مشاكل او اي اصابات او اي امور قد تعيق مشاركه اي لاعب من اللاعبين في مباراه الغد. الحمد لله الحمد لله كله جاهز وكله متاح لمستر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق في مباراه الغد. يبقى بس الاختيارات الفنيه
خاصة بالمدير الفني وجهازه المعاون بخصوص التشكيل وشكل الفريق في مباراة بكرة بإذن الله تعالى. حالة معنوية مرتفعة جدا عند اللاعبين بعد اكتمال الصفوف. حسين كمان الشحات جاهز، محمد هاني جاهز، بدر بنون جاهز، كل الحمد لله سليم 100%. وإن شاء الله بإذن الله الأهلي بس يكون موفق في مباراة الغد أمام الدحيل. خليني اقول لك كمان يا كابتن اسلام ان بعد وصول الفريق لمقر الاقامه دلوقتي اللاعبين هيروحوا عشان يتناولوا وجبه العشاء، وبعد كده ان شاء الله كل لاعب يكون في غرفته عشان خلاص بقى يناموا، وبكره ربنا بقى معاهم ويكرمهم، ودعواتنا كلنا باذن الله ودعوات جماهير النادي الاهلي ليهم في مباراه بكره. خليني اقول لك يا كابتن اسلام قبل ما احنا نوصل بشويه يعني بحوالي 10 دقايق لمقر الإقامة، كان في عدد من جماهير النادي الأهلي هنا أمام مقر الإقامة خلف السور اللي حوالين الفندق أو اللي في محيط الفندق، وكانوا في محاولة لانتظار لاعبي النادي الأهلي والبعثة ليعني حثهم على بذل الجهد المطلوب في مباراة الغد، لكن سريعا تم تفرقة الجماهير يعني بسبب الإجراءات الاحترازية والطبية وبسبب ان احنا داخل فقاعة طبية هنا في مقر الإقامة. لكن انا عايز اطمن كل جماهير النادي الأهلي ان لاعيبة الفريق كلهم يعني في اعلى معدلات التركيز وعارفين جدا جدا مدى المسؤولية. اعتقد ان انت شايفه امير حتى من بعد التمرين الاهداف اللي مطلوبة منهم يعني. نعم يا كابتن، بقول لك اعتقد ان انت شايف ده من بعد التمرين يعني من بعد خروج اللاعبين من التمرين اكيد انت شايف. بالظبط فعلا فعلا بيتكلموا ازاي بيعملوا ازاي فعلا واضح جدا على وجوههم يعني خلاص دخلوا في اجواء المباراه كده يعني من الاخر كله بيفكر دلوقتي بالزبط. في ماتش بكره هنعمل ايه، هنلعب ازاي، لازم نكون في اعلى مستوى ممكن نقدر نقدمه. كله بالمناسبة حفظ خلاص فرقة الدحيل بشكل كامل يعني العناصر الخطرة اللي في الفريق، نقاط الضعف اللي عندهم كمان ازاي يتعاملوا في هذه المباراة، كل الامور دي خلاص بقى لعيبة النادي الاهلي والجهاز الفني ملمين بها. انا بس عايز اعيد واكد عليك بعض الكلمات اللي قالها مستر بيتسو موسيماني بعد ما قروا الفاتحة في بداية المباراة، وانا عايز اكد على الجزئية دي لان دي مهمة في الحقيقة كابتن اسلام. بعد ما خلصوا على طول قبل ما يبتدوا فقرات التدريب قال لهم احنا جايين نلعب 3 مباريات، معنى كده ان هو هدفه ان انت تتخطى اول مباراه، عشان انت بمجرد ما تتخطى اول مباراه باذن الله هيبقى ناقص لك مباريتين بقى قبل النهائي، وربنا يكرم النهائي ليه لا، او على الثالث والرابع يعني على حسب بقى اللي هيحصل. لكن لو لا قدر الله الاهلي خسر بكره هيبقى ناقص له مباراه بس واحده هيلعبها وهيبقوا ماتشين. فهو هنا بيقول احنا جايين نلعب 3 مباريات في اشاره للهدف المحدد اللي احنا عايزينه، ان احنا عايزين نتأهل من ربع النهائي لنصف النهائي بإذن الله تعالى. فده هدف يعني واضح وصريح بالنسبة للجميع، ويعني الكل عايز يؤدي بطولة جيدة ويشرف كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. ربنا بإذن الله يوفقهم، وإن شاء الله الأمور بكرة تسير على شكل. أخيرا الأمير قبل ما تسيبنا لو سمحت ممكن تقولي بكرة الدنيا هتمشي إزاي، أو اليوم هيمشي إزاي، فطار غدا يعني الدنيا هتمشي إزاي بكرة لغاية ميعاد المباراة. برنامج الفريق بكره باذن الله هيكون في فطار الساعه 10:30 الصبح، الغداء هيكون في تمام الساعه 3 عصرا تمام، بعد كده هيكون في محاضره من مستر بيتسو موسيماني الساعه 6 بالظبط، ده كل ده بتوقيت المونديال. بعديها بنص ساعه المحاضره يعني هتبقى هتستغرق نص ساعه بالكثير، لان الاهلي ملتزم بميعاد محدد يوصل من خلاله لملعب المباراه، ملعب المدينه التعليميه اللي هيستضيف هذه المباراه، ومطلوب من الاهلي ان هو يوصل الساعه 7 تحديدا لان المباراه الساعه 8:30 بتوقيت المونديال. ده برنامج الاهلي بكره وبرنامج الفريق، وباذن الله ان شاء الله كده الامور تبقى ميسره والاهلي يقدر يحقق اهدافه يعني بإذن الله. يا رب إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا أمير على كل هذه المعلومات، وطبعا كل الناس بتستنى كل المعلومات الخاصة بالبعثة من أمير هشام. إن شاء الله بكرة نكلمك وتبقى إن شاء الله نبقى كسبانين إن شاء الله وربنا يكرمنا. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز المتألق أمير هشام. أعتقد كلام مهم قاله أمير، هاخد تعليق حضراتكم عليه، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع ناخد تعليق كابتن ماهر همام وكابتن محمد حشيش. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ماهر وكابتن حشيش كنتوا عايزين تعلقوا على كلام كابتن راضي. طبعا هو اتكلم على قوه
طبعا فرقه الدحيل وطبعا قوه فريق نادي الاهلي، وطبعا عنده يعني واضح ان عنده معلومات ما بين الاثنين. بس انا كنت عايز اساله بقى على يعني لو قارنا خطوط، مش يعني مش لعيبه، لان ما حدش عارف التشكيل ده ممكن يبدا مين او ده يبدا بمين. بس كنت عايزه يقارن بين الخطوط بما فيهم طبعا حراسه المرمى، تدينا برضو موقف على المستوى العام للفرقتين. بيتكلم كمان على موسيماني وقال انه طبعا عنده خبرات تجربه جيده وتجربه جيده وكده، وطبعا وجوده في النادي الاهلي مكسب للنادي الاهلي ومكسب ليه هو برضه، لانه عارف قيمه طبعا النادي الاهلي. وهو طبعا مش قادر يتوقع، يمكن انت برضه حته يعني انه يتوقع فرقه ممكن يبقى كعبها عالي على فرقه، برضه المباراه قويه في نقط ضعف وقوه بين مع الفرقتين يعني. فهو ده يعني معظم اعتقد يا كابتن ماهر هو يعني الكلام اللي واتكلم كمان حشيش على صبري النموشي، قال ان هو مدرب عنده خبره، مدرب ذكي ومد ثقه للدحيل بشكل كبير، وقال ان هو بيلعب بكذا طريقه، يعني اتكلم على طريقه 4-2-3-1 واتكلم على طريقه 4-4-2. ايوه فبرضك تغيير في طرق اللعب ديت طبعا بترجع ل الخامه او القماش اللي موجوده معاه ازاي بيشتغل عليها او اللي هيبتدي بيها او فكرته عن المباراه بالظبط يعني. فعنده بيتكلم على شخصيه المدير الفني، واضح قوي ان برضك مهم جدا ان يبقى المدير الفني، احنا عارفين ان احنا بنقابل كمان مدير فني عنده افكار وطبعا مدرب على اعلى مستوى، وفعلا قدر ياثر فرقه الدحيل بشكل كبير جدا للايجابي، يعني ماتشاتهم فيها مكسب بشكل كبير. تغيير طريقه اللعب برضك بتاكد ان هو عنده كذا طريقه ممكن من خلال الجيم اسلام يقدر يغير طريقه 4-2-3 ل4-4-2 او ل4-1-4-1، ودي كمان مهم جدا بترجع للمدير الفني اللي بيقدر يوصل لعيبته الطرق ديت ويشتغلوا عليها من الناحيه الدفاعيه ومن الناحيه الهجوميه، فدي حاجه برضك بتحسب للمدير الفني لفريق الدحيل. هو انت كابتن ماهر برضه اعتقد يعني اي فرقه توقع الطريقه او التشكيل اللي هيلعب بيه بكره بتبقى فيها صعوبه شويه. مظبوط، لان انت ما تاخدش بمباريات، مثلا لو هنتكلم عن النادي الاهلي، مباراه النادي الاهلي الاخيره، النادي الاهلي بيلعب في بطوله مختلفه، الدوري المحلي، الدوري طويل، تفكير مختلف، التفكير اللي قدامك مختلف خالص، يعني هو بيلعبك بطريقه هيلعبك بطريقه ومدرسه مختلفه وحاجات مختلفه. اتكلم على مدرسه مختلفه في بطوله مختلفه زي ما قلنا طبعا. هي ماتش واحد بيحدد اذا كان كده الطريق بتاعك فين. وغير كده كمان اتكلم اتفضل يا كابتن حشيش، الكره الاسيويه يا اسلام مفتوح، يعني احنا نتفرج على الدوري القطري، الدوري السعودي، الدوري الاماراتي، تلاقي الجيم مفتوح، يعني اللعيبه الخطوط الثلاثه موجوده في نص ملعب الخصم، واخد بالك، هم ما عندهمش برضه حته الرقابه وحته الرجوع وحته الضغط. يعني يمكن راضي اتكلم قال لك ان شمال افريقيا النادي الاهلي او الترجي عندهم شخصيه في الاداء، بيجيدوا ازاي بيقدروا يعملوا يرتدوا تحت الكوره وهم الكوره مش معاهم، ازاي بيقدروا يقفلوا الثلاث خطوط ويضيقوا المسافات على الفرق ويقدروا يخنقوها، وازاي بينطلق بقى للهجوم ويقدر يعتمد على المشكله. كابتن مار برضه في حاجه، ان دي الفرقه الدحيل ما تعرفهاش بقى اذا كانت فرقه فعلا اسيويه ولا فرقه مختلفه أوروبية. لان معظمهم طبعا محترفين متجنسين غير المحترفين بتوعهم، فبتلاقي يعني اسماء كثيره من البرازيل واسماء كثيره مش عارف منين يعني، فالكوكتيل ده هيطلع ايه انت مش عارف، وما تقدرش برضو زي ما قلنا عن النادي الاهلي. عارف بقى موسيماني طبعا، موسيماني اكيد اتفرج وعارف الدنيا ماشيه ازاي وهيلاعب مين ومش هيلاعب مين. وبعدين احنا زي ما انا قلت قبل كده كان في ثقه كبيره في موسيماني، خلينا نكمل ثقتنا دي. انا صحيح كده صحيح. الحقيقه لما حد بيسالني دلوقتي انا قلت له مش عايز اتكلم عن النادي الاهلي النهارده. صح. ليه؟ لانه كلامنا عن النادي الاهلي النهارده معناه ان احنا احنا واثقين جدا في المدير الفني، واثقين جدا في اللاعبين. عندك 23 لعيب يا عم، حط لنا ال 11 اللي من وجهه نظرك انت شايفهم هيقدروا يبقوا متواجدين في اللي هيبداوا، وبعد كده تغييراتك. انا عايز اكمل برضو اكد على كلامك ان هو موسيماني برضو من خلال وجوده في النادي الاهلي ما لعبش مباراه بالكم الكبير مع النادي الاهلي. بالظبط، انت عارف هو لعب مباراه قليله بس فيها اختبارات صعبه. ايوه يعني يمسك اول ما مسك الفرقه يلعب المباراه اللي هي قبل النهائي والنهائي، اختبارات صعبه، اختبارات يا اسلام كاس مصر صح،
انت فاهم ازاي؟ يعني هو جه على توقيت صعب قوي، سواء في عدد المباريات اللي هو لسه ما لحقش يدي اللي عنده او يحط بصماته على الفرقه، فدي اختبارات حقيقيه بالنسبه له، لسه ما تمكنش من لعيبته تماما، اعرفهم كل حاجه بس لسه ما اداش كل اللي عنده معاهم، واتحط في اختبارات الحمد لله كانت صعبه، والحمد لله ان هو اجتزى بمكاسب كتيره، زي برضو الموقف بتاع كاس عالم الانديه برضو الى حد ما. طبعا هو دلوقتي احسن شويه لانه بقى له فتره كبيره مع النادي الاهلي وعارف اللعيبه واتكلم مع كل لعيب على حده، وهو ده من اهم مميزات موسيماني، ان هو ما بيتكلمش كلام جماعي او محاضره جماعيه زي بعض المدربين يا كابتن ماهر. لا صعب، انما صعب. الراجل ده بيكلم الناس كل واحد، لان هو ما بيعتمدش على الطريقه اللي بيلعب بيها، هو بيعتمد على التوظيف اللي بيوظفه للعيبه في الملعب، فالتوظيف ده لازم يكلم كل لعيب على حده، وده اللي بيعمله كويس، واعتقد ان شاء الله باذن الله احنا كلنا ثقه فيه باذن الله يحط الطريقه والتشكيل المناسب. ده غير كده كمان يا حشيش، البرنامج بقى اللي احنا بنتكلم عليه اسلام، اللي هو النهارده وبعدين بكره يوم المباراه. النهارده طبعا اللعيبه بعد العشاء هيحصل نوع من الكلام، اذا كان في محاضره بالنسبه لمستر موسيماني. خد بالك المحاضرات دي ما بقاش فيها كلام كتير، لا يعني خلاص بقى خلاص يعني احنا كل الناس جاهزه الحمد لله، كل الناس عندها اعداد ذهني، وكل واحد عارف دوره اذا كان من ناحيه دفاعيه او من ناحيه هجوميه، هيلعب على مين، صح. فالكلام ده كله بيقل بقى طبعا. النهارده اهم حاجه ان اللعيبه تنام بقى 8 ساعات بتوع الليل دول، تركز يعني تنام وتفكر مع نفسها مع نفسها هتعمل ايه بالظبط. كل واحد يفكر في مركزه هيعمل ايه في الحته دي. وبعدين غير كده كمان دور بقى الكباتن الكبار، احنا بنتورث اجيال بعد اجيال دور الستة الكبار زمان ايامنا احنا. النهارده دور بقى الكباتن الكبار اللي موجودين النهارده، عندك الشناوي، عندك وليد، من الادوار اللي هيقوموا بيها، ان هم بيبقى في اعداد جماعيه. يمكن يا اسلام احنا جربنا حشيش الكلام ده، صحيح. تلاقي مثلا انا وحشيش والطاقم المدافعين قاعدين مع بعض نتكلم مع بعض، كل خط لوحده، التفاهم والتجانس الجميل ده. نص الملعب نفس الكلام، قاعدين مع بعض بيتكلموا، المهاجمين قاعدين مع بعض، الكلام ده كله بيقرب بشكل كبير جدا اللعيبه، وبياكد لك الاعداد الذهني او التركيز. هي في حاجه مهمه برضه يا كابتن ماهر، المباراه اهم حاجه برضو في المباريات دي وفي البطولات الكبيره هو احترام الخصم طبعا. يعني وده اللي كان باين قوي، ده اللي احنا كنا بنعمله بالظبط، اللي كان باين من الحقيقه من الحلقات اللي انت عملتها اللي فاتت بالزبط. ومن كلام الناس هناك كله مركز ومحترم، وكلام اللعيبه كمان حشيش بالظبط. عشان مهم جدا، خلينا نطلع نشوف تقرير عن الاهلي والدحيل وبدايه ساخنه لبطوله كاس العالم للانديه، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع نجومنا الكبار كابتن ماهر همام وكابتن محمد حشيش. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ماهر، اعتقد ان طاقم التحكيم والفار هيكون له دور مهم في هذه المباراه اللي هي بكره ان شاء الله. اكيد ده يعني بطوله دوليه وعالميه، واكيد التحكيم هيكون على اعلى مستوى، الفار نفس الكلام، وان شاء الله يكون في صالحنا بقى الفار، يعني باش نعم ده في صالحنا. ده فار بقى بتاع بلاده مش بتاعنا، يعني ده مصدر بقى مالناش علاقه، خد بالك ده ده براند بقى براند. احنا عانينا هنا بصراحه من جانب التحكيم والفار، هنروح بقى للعالميه نتفرج على الحاجات اللي ممكن نروح للكابتن ناصر عباس نساله برضه، يمكن يقول لنا حاجه. يا كابتن ناصر ازي حضرتك؟ تحياتي ليك يا كابتن اسلام، وتحياتي لكل مشاهدينك ومتابعينك ومتابعين قناه النادي الاهلي في كل مكان. الله يخليك يا كابتن. طبعا للنجوم الكبار الكابتن الكبير كابتن ماهر همام، والكابتن كابتن ناصر، اهلا بيك كابتن محمد حشيش. قبل بقى ما تقول لي على اي حاجه، انا بس بهنيك الاول كابتن اسلام. الله يخليك يا كابتن، الف مبروك على الاداء الرائع الرائع بجد، مش مجامله، وبحييك وبحيي فريق العمل اللي موجود معاك، بتقدموا لنا من فتره وجبه دسمه عن كل العناصر مش بس عن كره القدم. ربنا يوفقكم دايما كده ويشوفك دايما كده يا رب على الشاشه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ناصر، ولكن عايزين بقى العنصر الاهم اللي احنا لسه ما اتكلمناش عنه خالص، لسه بادئين فيه دلوقتي، نصايح للفار. عايزين بكره يعني ان شاء الله، اللي انا عرفته ان الحكم من جواتيمالي ماريو اسكوبار،
معاه مساعدين من جواتيمالا وحد من جامايكا، الحكم الرابع من بولينيزيا الفرنسية، والحكم الفار الكندي داريو فيشر. ايه رأيك في هذا الطاقم؟ تمام. خليني بس في البداية كابتن اسلام هقول لك، لان هذه البطولة بطولة كبيرة، الاتحاد الدولي بيسعى دايما لان هو يكملها حتى كمان في عنصر التحكيم. اولا هو تم اختيار 7 حكام في الهوم فيلد، يعني حكام في ميدان اللعب، وتم اختيار 7 حكام لتقنيه الفار، و12 حكم للحكام المساعدين. طبعا هذا الحكم اللي هو ماريو سكوبار من جواتيمالا ده عنده فرصه كبيره، بس انا بقول حاجه مهمه كابتن، طبقا للاحصائيات اللي موجوده والاختيارات اللي عملها الاتحاد الدولي للحكام، الراجل ده عنده فرصة كبيرة جدا جدا كابتن اسلام ان هو يدير المباراة النهائية، وده طبعا بالحسابات اللي محطوطة ده بدري كده؟ اه ما هقول لك ليه؟ هقول لك ليه كابتن؟ اولا احنا عندنا من اسيا الحكم الاماراتي محمد عبد الله، تمام، من اسيا ما كانش ينفع ان هو يدير لقاء الاهلي والدحية، مظبوط. عندنا كمان من السنغال من افريقيا عندنا ماجيتي ناداي، ونفس الشيء ما عندوش فرصة ان هو يلعب هذا اللقاء. نفس الشيء الحكم الكبير اللي هو من هولندا داني ماكيلي ده حكم اكيد هيلعب مباراه في النصف النهائي، يعني ده مفيش هزار لان ده حكم من افضل الحكام اللي موجودين في اوروبا ومصنف طبعا في النخبه الاوروبيه. ايوه هروح لهذا الحكم، زي ما قلت لحضرتك هو عنده فرصه كبيره لاداره المباراه النهائيه، عنده الدوافع وعنده الهدف وعنده الامكانيات اللي ممكن تقدر تخليه يوصل للمباراه النهائيه. هذا الحكم طبعا زي ما يمكن الكل عارف ان هو 34 سنه و مش صغير شويه يا كابتن، يعني لسه كنت هقول لك انا لفت نظري وانا بقرا المعلومات عنه ان هو يعني 34 سنه، هل ده بعتبره صغير ولا كويس؟ كابتن اسلام ده انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا، ومن خلال قناه النادي الاهلي عاوز اقول حاجه مهمه جدا. اتفضل. لما نقول ان ده 34 سنه يعني هو دولي تقريبا من 7 سنين يا كابتن اسلام. أيوة. يعني هو كان عنده تقريبا 27 سنه وهو حكم دولي. بقاله 7 سنين في الشاره الدوليه. خلي بالك هو مش محظوظ لسبب، لان هو لو محظوظ كان ما يقفش قدامه الحكم المكسيكي اللي هو سيزار ارتورو راموس، الحكم ده مصنف في امريكا الشماليه وبروح كاس العالم. لو مش قدامه هذا الحكم اللي هو المكسيكي ده كان مر وكان راح كاس العالم اللي هي اللي فاتت. هو صغير جدا، وده اللي احنا بنقوله من خلال قناه النادي الاهلي، ان احنا يجب ان احنا في اختياراتنا للحكام الدوليين نبتدي ندور على سن اللي هو 22 و23 سنه ندخلهم القائمه الدوليه عشان يبقى عندنا حكام تقدر ان هي تمثل مصر في البطولات الخارجيه. ايوه هرجع تاني لماريو، بقول لحضرتك هو يمكن 34 سنه ما لعبش مباريات كثيره قوي يا كابتن اسلام، ولكن هو يمكن ادار مباراتين في كاس عالم الناشئين تحت 17 سنه اللي هي اقيمت في 2019. الاتحاد الدولي دايما لما بيجي يحط حكام في البطوله الكبيره بيبتدي يجربهم في البطولات الصغيره اللي هي زي 2017 اللي هي كانت في كندا. هو قدم مردود كويس جدا جدا في البطوله ديت، وبالتالي تم اختياره. بس انا شايفه محظوظ يا كابتن بالكلام اللي حضرتك بتقوله ده، ان هو لو لعب اول مباراه بشكل جيد وهي المباراه الاهم، يعني صاحب الارض اللي هو فريق الدحيل والنادي الاهلي صاحب الشعبيه الكبيره في افريقيا وفي العرب، وبالتالي لو عمل مباراه جيده زي دي اعتقد ان هو بالعكس يبقى محظوظ، لانه حضرتك بتقول ان هو ممكن جدا يصل للمباراه النهائيه. انا بقول لحضرتك وباكد كلامي يا كابتن اسلام كلامك، لانه محظوظ كمان لان الترتيبات والتعيينات هي هتخدمه كابتن اسلام. ايوه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو مش هيبقى ليه دور في الادوار اللي هي في النص النهائي، يعني نص النهائي هو مش هيبقى ليه دور، لان هو مش هينفع ان هو يلعب للاهلي، الاهلي لو صعد مش هينفع يلعب للاهلي وبايرن، كذلك الدحيل لو صعد مش هينفع يلعب للدحيل. هنروح للناحيه الثانيه هتبقى في مباراه ما بين امريكا الجنوبيه او امريكا الشماليه، وبرضك مش هيقدر يحكم فيها. اذا هو عنده فرصه في ان هو يدير النهائي. انا بقول كابتن هو الحكم بيملك القدره على التوقع الجيد والقراءه الجيده لطرق واساليب اللعب دي. أيوة. هو بيتميز بيها. عنده كمان لياقه بدنيه عاليه جدا كابتن اسلام، هو بيستغلها في تنويع اسلوب الجري، بيستغلها في عنصر التحمل السرعه والسرعه القصوى، وفي الكونتر اتاك بتلاقيه متواجد داخل. طيب تنصح اللاعبين بكره بايه يا كابتن، بما ان حضرتك عارف يعني التاريخ الفني لهذا الحكم؟ كابتن هو من خلال متابعتي للحكم هو عنده
نسبه اشهار البطاقات الصفراء. ايوه هو ده قصدي طبعا. كتير جدا كتير جدا لما نتكلم في 4.8 اعتقد نسبه كبيره جدا في كل مباراه، يعني يصل الى 5 كروت. هو هنا بيشتغل على الاخطاء اللي هي ما بيهزرش فيها، وبيدي الاخطاء على التهور والسلوك الغير رياضي. وبالتالي انا بقول ان النادي الاهلي طبعا هو كورته نظيفه، بيحترم الخصم وبيحترم الحكام، واعتقد ان هو كمان بيساعد الحكام في ان هم يأدوا بشكل كويس. بقول ان احنا كلاعيبه نبعد عن حالات استخدام التهور والقوه الزائده، لان هو في حالات في هذه الحالات هو بيشهر البطاقه الصفراء، واحنا مش محتاجين كابتن اسلام في البدايه ان يبقى في عندنا لاعب يحصل على بطاقه ثم يحصل على بطاقه اخرى. تمام. اعتقد ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي طبعا هو سلوك اللاعبين فوق الامتياز، اداء النادي الاهلي بيلعب كره قدم حقيقيه، ملوش فيه ان هو يلعب بالسلوك اللي هو العنيف او السلوك المشين، وبالتالي ودي هتبقى راحه لحاجه. الحاجه الثانيه الاضافيه كابتن اسلام عايز اقولها ان هو بكره عندنا تقنيه الفار، وبقول تقنيه الفار فعلا بتتم تبع اتحاد دولي، هتلاقي كل حاجه بشكل متميز. اعتقد الملعب المباراه هتبقى مفتوحه فيها كره قدم، هيبقى فيه تقنيه الفار، هيتساعد كتير قوي قوي الحكم في ان المباراه هتبقى سهله بنسبه كبيره على هذا الحال. انا بشكرك شكرا جزيلا الكابتن الكبير الكابتن ناصر العباس، طبعا اتكلم عن حكم المباراه، مباراه النادي الاهلي ونادي الدحيل القطري، حكم من غواتيمالا ماريو سكوبار، يتوقع ان يكون واحد من الحكام الجيدين يا كابتن حشيش. برضو اعتقد مهم جدا، اصله موضوع الحكم ده من الحاجات اللي احنا الحاجات يعني مقروصين منها، عانينا منها كتير وعانينا من الفار الحقيقه كتير، فاعتقد يعني ان شاء الله بكره يبقى الاثنين على قد المستوى. وطبعا الحكم شايف انا عنده خبرات وراجل دولي، لازم احنا كمان برضو نتعامل مع الحكم التعامل بقى الصح. أي. ان احنا برضو من خلال المنظومة المصرية اللعيبة كلها يعني بيبقى ادائها مع الحكم برضو مش على المستوى المطلوب، وتعودنا هنا على التشويح والكلام ونجري على الحكم ونعمل الكلام ده كله، بره مش هينفع خصوصا انها ماتشات محدودة، فالانذارات او لا قدر الله الطرد مشكله. حاجه ثانيه اللي عايز اقولها بقى، يعني لازم كل لعيب في النادي الاهلي التشكيل يؤدي كل طاقته، وخصوصا ان التغييرات زي ما احنا عرفنا ان هي 5 تغييرات، وفي تغيير كمان اضافي بس بشروط يا اصابه جامده يا اما في وقت اضافي. فانت ما تقلقش، انت عندك تغييرات كافيه، كل واحد ما يقلقش على نفسه، يبذل كل الجهد، وفي البدائل اللي انا شايفها على الدكه ان شاء الله تبقى زي اللي موجودين جوه احسن. يعني اخيرا يا كابتن ماهر اخد منك كلمتين برضو في نصيحه، عايز حاجه تقولها لجمهور الاهلي للاعبين اي حاجه. عايز اقول شرف لكل لعيبه النادي الاهلي، وشرف لينا احنا كمان ان احنا بنلعب في المره السادسه في كاس العالم للانديه، طبعا وشرف للعيبه دول ان هم كمان بيحفروا اسمهم في تاريخ الكره المصريه الكره العالميه. اولادنا ملتزمين جدا. أيوة. معظم اللعيبه ملتزمه، هتساعد الحكم بشكل كبير جدا في ان هو يخرج بالمباراه لبره الامان. عايز اقول للعيبه روح الفانيله الحمراء وشخصيه البطل وشخصيه بطل افريقيا وشخصيه النادي الاهلي بكره هتبقى موجوده. وانا عايز اقول لك يا اسلام، يعني كل اللعيبه من كلامهم حتى كل الناس عايزه تشارك. كل الناس فرحانه، كل الناس هتادي اداء مميز ليها ولناديها. طبعا وراهم اكتر من 70-80 مليون اهلاوي بكره بيشجعوهم، غير كمان العالم العربي اللي بيتفرج عليهم. طبعا. فانا بقول لهم يا هناكم يا سعدكم، يعني حاجه تفرح طبعا ان كنتوا بتمثلونا بكره وبتمثلوا النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله يبقى الستارت بالنسبه لنا اول 3 نقاط يا اسلام الفوز على الدحيل، ونبدا نفكر في المرحله الثانيه ان شاء الله. سريعا جدا هاخد اسماء بعض المشاركين معانا على السوشيال ميديا. اسامه عبد الغفار سرور كاتب تشكيل، يوسف متولي كاتب تشكيل، محمد سمير كاتب تشكيل، عبير العدل كاتبه ايضا تشكيل، احمد حسن، بؤلة هارون، مؤمن ماهر، محمد عبد العاطي، طه الزياتي، احمد سمير، كلكم طبعا كاتبين تشكيلات جميله جدا. انا مش عايز اتكلم في موضوع التشكيل الحقيقه، لكن هشام صلاح، كريم الاتماني، اسلام ابو العزايم، عصام صلاح،
يعني حاجات كتيره جدا واسماء كتيره جدا بعتلنا على تشكيل النادي الاهلي المتوقع. بالتالي متفقين على تشكيل هم واحد. ماشي. تلاقي اختلافات بسيطه. يعني عموما انا بشكر طبعا الكابتن مير، انا بشكرك شكرا جزيلا انك كنت معانا مره ثانيه ان نكون حضرتك معانا وطاقم العمل طبعا بنحييهم على الاداء المتميز وبالتوفيق بكره ان شاء الله. ان شاء الله انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن حشيش وشرف لينا ان حضرتك تكون موجود معانا. شكرا يا اسلام وان شاء الله نبارك لك بعد الماتش باذن الله. يا رب نبارك لبعض كلنا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. انا بكره ان شاء الله اجازه، بكره هيكون معاكم النجم الكبير الكابتن ايمن شوقي في الاستوديو التحليلي لهذه المباراه الهامه جدا، مباراه النادي الاهلي ونادي الدحيل القطري. بكره زي ما حضراتكم عارفين ومتعودين هيكون معاكم الاستوديو التحليلي بقياده الكابتن ايمن شوقي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، كل التوفيق لنادينا الغالي الحبيب النادي الاهلي بكره في هذه المباراه المهمه والصعبه جدا. ان شاء الله نلتقي بعد بكره على خير. تنسوش دايما الأهلاوي مش هيسد.